انا ماليش علاقه خالص بالمستشفى ولا ليا اي حاجه في المستشفى، انا ماليش الا في المريض اللي بيخرج من المستشفى ينام عندي واوصل. لما ببقى قاعد وبلاقي اهل المرضى شايلينهم على كتافهم ورايحين بيهم عند المترو او جايبين من عند المترو رايحين بيهم المستشفى، فبيبقوا شايلينهم على كتافهم عشان في بعض الناس ما بيبقاش معاهم ال 10 جنيه اللي بياخدها التوك توك منهم او المواصله اللي هم يتوصلوا بيها لغايه المستشفى رايح جاي. فانا قلت الحمد لله يعني ربنا يكرمني واجيب عربيه واخليها لهم هي مخصوصه ليهم تجيبهم من عند المستشفى للمترو ومن عند المترو للمستشفى ومجانا وبدون تبرعات برضه زيها زي الدكتور. العربية بصراحة بتبقى واقفة قدام المحطة والراجل بيقابلنا كمان، يعني هو اللي بيقابلنا ويقول لنا تعالوا اشتركوا. بس ده امبارح من الصبح بس ما لحقتش لاني كنت قاعد على الجو وكنا بنريح مكان ما نازلين من المترو، فقلت اكيد تاني يوم هركب فيها وانا جاي ان شاء الله المترو بعد ما اخلص يعني. مستنيه ياخدنا ويجيبنا احسن معاملة بصراحة.